الخمسة كيلو مترات انطلاقة شعارات أبناء القبائل والمشاركة والمنافسة بهذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن الذي يجمع هذه الشعارات بميدان الوتبة عاصمة الميادين. انطلاقة موفقة، هذه الأعداد التي تشارك للمنافسة، سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط، ونسير مع مقدمة الشوط، نقود المقدمة هناك، من يقود الصدارة، حامي بالفعل، حامي الشوط، لا زال مسيطرا على المركز الأول. والشوط حامي، يا سلام، الشوط حامي من البداية، حامي لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي، هو من يقود هذه الانطلاقة مع انطلاقة حامي على المركز الأول، يلي مباشرة هناك السميع السميح او السميح، نعم السميح، لخميس بن عتيج بن جمعة الرميثي يتواجد مع السميح اللي ان شاء الله تتسمح اموره بهذه الانطلاقة. المركز الثالث مياس لسهير بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي مع المركز الثالث، والمركز الرابع يصل عصار بن اياس لفاضل بن محمد بن مسلم المنصور، يتواجد مع عصاري بن اياس مع المركز الرابع. المركز الخامس شاهين لمحمد بن منصور بن سالم العاف. اذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، المركز السادس من يصل في هذه اللحظات، شاهين لمحمد بن سعيد بن منانه يتواجد مع انطلاقه شاهين مع المركز السادس. المركز السابع ايضا مشاهدي الاعزاء للسيد سلطان بسيف بن معضد المشغول يتواجد ايضا مع هذه الانطلاقه الطاير، يا سلام. المركز السابع، المركز الثامن ننتقل مباشره جبار لسيف المصبح بن كاسب المسافري مع المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن بهذه الانطلاقه وتاسع المراكز تواجد لهذه الشعارات التي تتنافس على ارضيه ميدان الوتبه، يا سلام. هناك من يصل شاهين لجابر بن خالد بن حميد المنصوري مع المركز التاسع، وعاشرا من يصل في هذه اللحظات المختبر لجمال بن راشد بن شاوي لغفلي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا يا الاخوه، العشر المراكز الاولى، نداؤنا الاول، ونعود مع مقدمه الشوط حامي، حامي مع المركز الاول، وتعود ملكيته لسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي منطلق مع حامي، حامي الشوط، حامي الشوط مسيطر على المركز الاول في هذه المنافسه، وبهذه الانطلاقه الذي يقدمها حامي بالمنافسه على صداره الشوط. ولكن من يصل هناك على المركز الثاني السميح مع المركز الثاني لسيد خميس بن عتيج بن جمعه الرميثي مع المركز الثاني والمركز الثالث مبدع، تعود ملكيته سلطان بن سيف بن معضد المشغول، يا سلام، مبدع، مبدع، من ابدع وانطلق مباشره الى مقدمه وانطلاق هذا الشوط بهذه المنافسه القويه. المركز الرابع، هناك من يصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن منصور العامري مع المركز الرابع، خامسا يصل في هذه اللحظات شاهين السيد فاضل بن محمد بن مسلم المنصوري مع المركز الخامس، سادسا يصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن سعيد بن منانه الاجتبي، والمركز السادس الله يا سراب لاحمد بن محمد بن غنام الهاملي مع المركز السادس، والمركز السابع اسامي شاهين لسيد جابر بن خادم المنصوري، تاسعا يصل في هذه اللحظات المختبر لجمال بن راشد بالشاوي الغفلي. ولكن هناك من يغير على المنافسة على هذا الانطلاق، مياس لمحمد بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا يا الاخوة للعشر المراكز الاولى، نداونا الثاني، ونعود مع مقدمة الشوط، نعود مع هذه الصدارة، نعود مع مبدع، مبدع، مبدع باداء المتميز الذي ينطلق بصدارة الشوط للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشغول يتواجد على هذه المقدمة. ولكن يصل التغيير من مياس لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي يتواجد ايضا للمنافسة، وانطلق مباشرة الى مقدمة الشوط 1200 متر، ما يفصلنا عن نهاية الشوط وعن نهاية هذا الحدث
الهام يا سلام. هناك السميح، السميح مع المركز الثاني لخميس بن عتيق، بن جمعة الرميثي مع المركز الثاني، ولكن أرى من تسلل المقدمة إلى الصدارة وسرار لمسلم بن حمد الحرسوسي يا سلام. إذن المنافسة، الانطلاق المتميز الذي يقدمه مياس أو سرار للسيد مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يتواجد، انطلق مباشرة إلى مقدمة الشوط. هذه الأسامي وهذه الشعارات المتواجدة للمنافسة برياضة الهجنة العربية الأصيلة. ولكن أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع سراب، سراب في المركز الأول للسيد مسلم بن حمد الحرسوسي يتواجد بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة. ولكن شهيد لمحمد بن منصور العامري يتواجد. الله يا سلام. إذن المنافسة، الانطلاق لهذه الشعارات، شعارات يا ابناء القبائل، وتواجدها بميدان عاصمة الميادين يا سلام، بميدان الوثبة. الله يا سلام. سراب على المقدمة، سراب على هذا الانطلاق، سراب في مقدمة الشوط. انطلق مشاهدينا الأعزاء شاهين لمحمد بن منصور بن هيا العامري يا سلام. الله مشكور يا ابو مسلم على هذا الانطلاق الذي يقدم شاهين باللحظات الأخيرة وله عوايد بهذا الشعار. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق مباشرة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك للسيد محمد بن منصور بن نهية العامري على فوز شاهين في المركز الأول. هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية مع الفوز أو الناموس في المركز الثاني. الشاهين للسيد محمد بن سعيد بن منان المركز الثالث، سلام لمسلم بن حمد الحرسوسي المركز الرابع، من وصل سميح لخميس بن عتيج بن جمعة رميث المركز الخامس، يصل مياس لسهيل بن سلطان الاجتبي. تهانينا مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والف مبروك للسيد محمد بن منصور بن هيه العامري على هذا الانجاز الذي يقدمه شاهين باللحظات الاخيره، وحقق هذا الانجاز التوقيت الزمني الذي حصل عليه، الذي حصل على شاهين في المركز الاول من المسافه 5 كيلومترات. ها هي لحظات وصوله الى خط النهايه، توقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد منصور بن هيه العامري على فوز شاهين في المركز الأول. جاء في المركز الثاني وصل شاهين للسيد محمد بن سعيد بن منانة، قطع المسافة ب7 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا للسيد محمد بن سعيد بن منانة المركز الثالث، وكان من نصيب سراب، قطع المسافة 7 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمسلم بن حمد الحارسوسي، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين، تهانينا والناموس. إذن مشاهدينا